اهلا وسهلا بك ريمه، صوت الجهوري اللي مستنسين بيها عمرنا الكل. هي الحفلة اليوم مختلفة، هي الحفلة اليوم مشيت لفنية أخرى، إنه تو برودكسيون إنتاج خاص أول مرة، يعني هي مغامرة بالحق. تقول فنية أخرى فنية أخرى، خاطر في العادة مهرجان ينادي، الحمد لله مهرجانات نادي اللي كنت تخدم، لكن أول مرة حبينا نقولوا هات ناخذوا دات في الأوف ونوريه شنو نجمو نخدمو، شنو هي الحاجة اللي نجمو نضيفوها المشهد الثقافي كلمة ولحن. فوي منعرج، نجم تقول منعرج. جدا، وتعرف وقتاش تزيد تفيق اللي هي مهمه؟ وقت اللي تلقى تفاعل. انا نحكي لك كريمه، كنت سنه في تورني باهيه، كنت في اريانا في مهرجان اريانا، كنت في مهرجان نكتار، كنت في حي التضامن، كنت في جرمده. نقول لك في حي التضامن من كي لقيت تفاعل على حمر عيونها ولا تسمع مني كلام، حاجه رهيبه. يعني الناس تجاوب معك، انا نقول الانتاج الخاص يلزم ياخذ مكانه، الانتاج القديم التراث كله مرحبا به، لكن انتاجنا الجديد لازم يكون موجود. فهذاك اللي خلاني انا ندعم، عندي مده توا في الانتاج الخاص نتاعي ان شاء الله. هي انك تلقى معادله بين الخدمه اللي تخدمها في على مستوى المادي والمعنوي والجماهيري، خاطر فما معناتها ثلاثه اتجاهات. فانت كيفاش باش ترجع، خاطر باش تخدم وتنتج برشا فلوس، وانا نعرف انت تعرف اللي غنايه بركه تتكلف، ما تتكلف نحكيو على اكثر من 11000 دينار الغنايه، اللي يحب يعمل غنايه محترمه. بالطبيعه انا ما نجمش نخدم غنايه اقل من هكا، لانها تحسها تكل لها حقها. تبطع على الغناية، ما تشوف قداش من عرض من المهرجان وانت تخدم على الغناية هذه. لكن في نفس الوقت انا شخصيا من اللي بديت نخدم، عندي توا افوق ال 17 سنة في الساحة الفنية. صحيح بديت كما الناس الكل عروض بالعود ونغني طرب ونغني ام كلثوم وعبد الوهاب، مي راهو هذاك كله باش يقعد الاهل الناس. احنا تراثنا التونسي مين؟ انت توا كي تجبد غناية تقول الله الله ما احلاها الغناية هذيك، نحبوا احنا زاده خليه للجيل الجاي اللي باش يجينا يقول الله الله. قداش نقعد نقولوا الله الله بال 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 بالليكو معناها يزن الله الله قريبه. لا انا نجي نقول لك، انا قدمت مره دعم، باش نكون صريحه، قدمت مرة وحيدة دعم في مشروع ودع، لأنه مشروع كبير حق ما نجمش أنا نصرف عليه، فنكون صريحة معك 10 11 نجم نصرف. عندك مشروع يكلف 80000 دينار بين عاصفين وبراير وتوزيع، وبين معناتها ناس باش تجيك، خاطر خدمناه من الأول مع أوركستر من تونس وطعمناه في لارموني دو بلغراد. جو نافي با، ما كانتش عندي الإمكانيات باش نخدم هكاك، الحق دعم الدولة ساعدني برشا. ما أعيبه أنا على وزارة الثقافة بكل لطف، اللي أنت ما دامك صرفت على مشروعك حطيت عليه 60000 دينار ولا 70000 دينار ولا 100000 دينار ولا اللي هو، خذ حقك إيجا. أي خذ أنت خذيت دعم، نعمل لك 6 عروض، أنت تاخذ 40% وأنا كوزارة ناخذ 60%. هذا اللي صار لي أنا مثلا البرة، كي نسافر البرة تدعمنا وزارة الثقافة فرنسية أو إيطالية أو يخدم معاك، ومن بعد يبيع دون لو بون سونس إنتاج، يبيعوا دوطخ أوبيرا ولا هيت. انا نحبكم يا وزاره الثقافه، جيت تاخذوا فلوسكم من عندي. معناتها بالعكس اصرف عليا بارك الله فيهم، خذينا دعم، اما يجي خذ فلوسك باش يدور العرض، تاخذ الفلوس ما تجيش حرام، وما نقعدش انا ما عادش نجم نعاود ندور ودع بكلف كتيف الكبير هذاك. شوف جمهور الإذاعة الوطنية، أن الإذاعة الوطنية وكل الإذاعات الشباب والثقافية وكل الإذاعات نحبهم برشا، خاطر نشوفهم من أول وأهم الإذاعات اللي تدعم فينا. أنا قديش من مرة نسمع سمح نجيل على الإذاعة الوطنية، نسمع يالي نسيني على الإذاعة الوطنية، بالحق أنا نقول لهم شكرا، خاطر أنتم الإذاعات اللي تدعموا فينا، الإذاعة الوطنية دائما داعمة للفنان التونسي
وبالحق انا ما نجمش دعاني لبيته ولا نقول لهم انا الاذاعه الوطنيه وين تدعوني ولا انا تكون فرصه باش نكون موجوده باش نقدم العمل نتاعي نكون موجوده.